غربال، تلك الأداة القديمة الدائرية المخرومة بالثقوب التي لا تغطي الشمس، فالشمس لا تغطى بغربال كالحقيقة تماماً التي مهما تمت تغطيتها ستظهر يوماً ما. وفي معاجم العرب من يغربل قوماً يطحنهم ويقتلهم، أما غربلة البلد والناس فتعني كشف حالهم. تصف المعاجم الرجال المغربلين الذين تهلك الأوطان على أيديهم بالخساسة. كل تلك الأوصاف وغيرها تنطبق على حال وطننا العربي في زمنه المعاصر الذي يلف منذ عقود في حلقة مفرغة من اللاوعي. وبالمراجعة والغربلة يفضح صانعو الفوضى وتكشف نواياهم المستترة، فلم يأبه المقبلون على هذه الأوطان بالمآلات بل بحصاد ثمارها وخيراتها، فأهلك الزرع وجف الضرع وأنهكت الأمة وتركت نهباً للفوضى وصرفت إلى حيث الفتن واشتعال النيران. من يطل من فوق الرماد يدرك حجم الخسائر التي حلت وانسلت، فقد كانت المصائب تكبر وتتورم، وغادت البلاد نهباً لاستنزاف الثروات والسرقات وعاجزة عن استنباط مواردها بعد أن أنهكتها أقدام الطامعين. وفي وسط هذا العبث تخبو العزائم الطموحة وتتحطم الآمال على صخرة الإحباط، فتهاجر العقول والكفاءات التي كان يعول عليها في البناء تاركة وراءها أوطاناً مستنزفة ملكومة، ومنهم من أبحر هرباً من أصحاب الكروش المتعفنة لتنهشه القروش الضالة. علينا فهم سردية ما كان لنستقبل ما هو آت، ولنتعظ بعبر الماضي وما خلفه من دروس قاسية حتى لا نصل إلى الحضيض. فلن يتشكل الوعي إلا بإدراك الشكل الذي هندس لمصير هذه المنطقة. غربال سيقلب دفاتر الماضي القريب بقلب بارد وبعقل مستنير، علّه يستجلي حقيقة ساطعة فيخبرنا بمرارة الحصيلة. مشروع غربال ليس موجهاً، بل هو كاشف يدفع صاحب الفكر لإعمال عقله وتحكيم البصيرة على عبث البصر المتصارع، بغية استيعاب ما دار ويدور، ويضع الماضي القريب بعدسة محدبة فيفرد وقائعه ويعرض أبرز محطاته، علّنا نستطيع أن نلملم الجراح ونحشد الطاقات ونحصن جيل الحاضر نحو بصيص أمل بالمستقبل.